إذن من ديالى نرحب بحسن الشمري مراسلنا هناك. حسن مرحبا بك، بداية الحمد لله على سلامتك. ما الذي جرى؟ لماذا قام موظف البلدية بالاعتداء عليك وهل كان هناك أجهزة أمنية؟ مساء الخير جميل العزيز وعلى مشاهدتي. ما جرى اليوم بصراحة يعني سابقا لم تشهد حالات كثيرة وحتى قناة الطبيعة. اليوم الساعة 10:30 صباحا اتصل لي أحد المواطنين بمنطقة الكرفس يشكو من قيام البلدية بتهديم جورهم الملك الصرف وليس طابو أو زراعية. وبعد الوصول إلى منطقة الكرفس لتوسيع عملية تهديم الجور من قبل البلدية، طبعا القوات الأمنية متواجدة، نعم سؤالك موجودة القوات الأمنية، يعني أثناء عملية تصوير وتوثيق معاناتهم لنقل معاناتهم عبر شاشة التغيير، بالإضافة كانت هناك أيضا قناة أخرى هي قناة الرشيد، قام أحد موظفي البلدية بالتجاوز أو بداية باللغو والسب والشتم أمام مرأة القوات الأمنية بصراحة وأمام عمال البلدية، يعني تجاوز الألفاظ لا نستطيع حتى ذكرها لأنها معيبة وصلت حتى إلى طعن بالشرف وبالعشيرة وبالعائلة. حسن، هل تم التعدي عليك بسبب قيامك بالتغطية أو بتصوير ما يجري في هذه المنطقة؟ طبعا زميل العزيز، وهذا السبب اللي خلى عمال موظفين البلدية يتجاوزون علينا، واتقت هذه الحالة وهم يريدوها بدون تصوير لأن العوائل اشتكت شكوى كبيرة ومنادات وأطفال يعني تصرخ بأعلى أصواتها ونساء خرجت من الدور، يعني جاي يقول لك فلش بيتك على مود، يعني ما اعرف الغايه بحجه التجاوز على الشارع العام، لكن هنالك لم يكن اي تجاوز وهذه البيوت ملك صرف وليس زراعي، يعني مثبته بواسطه مساحين وبواسطه خرائط بناء، يعني مو بناء عشوائي او تجاوز على املاك الدوله. ولان وثقت هذا الموضوع كان التجاوز من احد الموظفين وهنالك تراكمات ايضا يوم امس كانت لقناه التغيير كشف عن قيام بلديه بعقوبه بتأجير عدد من الأكشاك وسط معقوبة لجهات متنفذة دون الرجوع لأصحاب الأكشاك. هذه التراكمات جعلت اليوم موظفين البلدية يتجاوزون على كادر التغيير لكشفهم أكثر من ملف، هنالك خلف وتقف جهات والشبهات فساد في عموم بلدية معقوبة. هل تقدمت بشكوى لدى الأجهزة المختصة حسن؟ نعم، تم يعني قيام دعوة قضائية وقانونية في مركز الشرطة، وبعد أن وصلنا إلى القاضي وأمر بفتح تحقيق وتم إقامة دعوة قضائية، وستكون هنالك يوم غدا إجراءات في القضاء العراقي في محكمة بعقوبة. يعني للأسف اليوم حتى لدى وصول مدير بلدية بعقوبة إلى مكان الحادث وفي مكان التقينا، الموظف أمام مدير بلدية يقول الحكومة لكم شو تسوي، سؤال عندي عشيرة اللي تكسر غار وتغطي على الشمس، يعني موظف حكومي في واجبه لا يعترف بالقانون وحتى تجاوزه، يعني تجاوز باللفظ على القانون والحكومة وحتى على الإعلام. نعم، نتمنى من الجهات المختصة والمعنية أن تقوم بردع كل من يحاول المساس بالصحافة وبالإعلام وبالعاملين أيضا في هذا الحقل الذين يقومون بواجبهم فقط لغير. نتمنى دائما لك السلامة. مراسلنا من ديالى حسن الشمري.